هي الفحوصات دكتور التي تحدد مدى تقدم السرطان في حال وجوده ومدى انتشاره وسرعة نموه؟ نعم، في حال وجود السرطان يجب أن يتم التشخيص ابتداء من خلال التحليل المخبري أو ما يسمى بزراعة الأنسجة. صحيح. زراعة الأنسجة هي الفحص الوحيد المؤكد لوجود السرطان داخل الجسم. بقية الفحوصات قد تكون ذات مؤشرات هامة جدا كالتصوير الشعاعي أو الفحوصات الدموية، لكنها غير مؤكدة 100% لوجود مرض السرطان. مرض السرطان لابد من وجود تشخيص نسيجي، بمعنى أن يكون هناك خزعة من ذلك الورم من ذلك العضو، وتحدد وجود الخلايا السرطانية من خلال الفحص المجهري من قبل الباثولوجيست أو طبيب الأمراض. لذلك دكتور سمعنا كثيرا عن أشخاص يعانون من سعال مزمن مثلا أو صداع مستمر، يروحوا مثلا يعملوا لهم تصوير إما للدماغ أو للرئة ويطلع عندهم وجود كتلة غير طبيعية، لكن يشتبه فيها بأنها سرطان، فيما بعد يتم الاكتشاف بأنها غير سرطانية. إذن الفحوص المخبرية وفحوص الأنسجة هي بالمقام الأول اللي ممكن تأكد أن وجود سرطان أو عدم وجود. من عدم، نعم، هو الفحص الأساسي والأكثر أهمية ودقة في تشخيص وجود الفحوص. دكتور الفحوص الوراثية والجينية، نعم، براكا 1 براكا 2، هل ممكن تكون تثبت أهميتها على المدى البعيد لفحوص السرطان المحلي؟ هي فحوصات تعطي مؤشر لإمكانية إصابة هذا الشخص بورم معين، إذا بنحكي على مثلا أورام الثدي، بتعطي الإمكانية أن وجود هذا الجين يجعل تلك المريضة أكثر عرضة للإصابة بأورام الثدي من غيرها من النساء أو السيدات. ولذلك المرضى اللي عندهم الفحص البراكة موجود أنه بوزيتيف من خلال التستنج الجينيتك تستنج، أيضا بيدخلوا ببروتوكول للمسح الدوري المستمر من أجل الكشف الأبكر عن السرطان أكثر من غيرهم من السيدات. في فحص دكتور للجين المتمم أتصور بيجي في مرحلة بعد البراكة 1 وبراكة 2 حتى نتأكد؟ هلأ الفحوصات اللي موجودة الجينية هي عالم مستقل بذاته، لكن إذا ننزل على الفحوصات المخبرية الروتينية من الممكن إجراء بعض الفحوصات لما يسمى بالواسمات الورمية أو تيومر ماركرز، اللي هي بتعطي إنديكيتر أو مؤشر للطبيب المعالج أين يتجه في الفحوصات المقبلة. فقد تكون فحوصات سكرينينج تيست بنسميها، انه بتعمل مسح وبالتالي بتأشر لوجود او عدم وجود او بتعطي رؤيه اوضح لوجود الورم من عدمه، ولكنها ليست ديفينيتيف، ليست مشخصه. وايضا تستخدم بشكل اكبر ربما بمتابعه الحاله المرضيه للمريض المصاب بالسرطان. فعلى سبيل المثال في شيء البروستاتيك سبيسيفيك انتيجين PSA، نعم، هو فحص للبروستات موجود النسبة بشكل قليل، ولكن أحيانا دكتور هذا الفحص يظهر بأنه ممكن يكون موجود لديك سرطان بروستات لكن هو يكون عنده تضخم حميد في البروستات. تماما. إذن أنتوا كأطباء كيف بتقيموا ما هي المرحلة الثانية من هذه الفحوصات للكشف عن سرطان البروستات؟ تماما. إذن المرحلة الأولى إذا تكلمنا عن فحص دموي أظهر زيادة في مستوى الـ PSA Prostatic Specific Antigen، المرحلة الثانية بتكون من خلال التصوير الشعاعي. التصوير الشعاعي يظهر هل هناك كتلة أم هناك تضخم في كامل غدة البروستيت، ومن ثم بعد ذلك يتم أخذ خزعة أو عينة من غدة البروستيت من أجل أن تفحص بالهيستوباثولوجي تحت الميكروسكوب لتأكيد وجود السرطان من عدمه. إذن ثلاث مراحل: مرحلة سكرينينج ووجود ارتفاع في الهرمون الخاص بالبروستيت، مرحلة تصوير يؤدي إلى تأكيد الشك أو عدم تأكيد الشك إنه هل هو حميد أو خبيث، والمرحلة الثالثة والمشخصة النهائية هي من خلال أخذ عينة من سميها نيدل كور بايوبسي من الغدة مباشرة وفحصها تحت المجال من أجل تأكيد الورم.